انا كل الهري ده كله عشان نحسب كابل، ازاي تحسب كابل كويس وازاي تعمل كيبل روتينج كويس. تمام. الحته اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي ده كده اللي قدامنا ده فندق شغال. دي حته كده مش شغال. حد شغال يا شباب كده عندكم؟ الناس فاهمة ولا ايه؟ المشروع اللي احنا بنتكلم عليه اول كيبل تري ماشي فيه اربعة خلاص؟ بعد كده هبتدي في كابل هيطلع لفوق، في كابل هينزل لتحت، هيتبقى لي اتنين، والاتنين بقى واحد يطلع فوق واحد ينزل لتحت. في كل حتة بشوف ماشي عندي الكابلين قد ايه، وبرسم السكشن بتاع الكيبل تري زي ما احنا بنرسم كده بالظبط، واشوف التري بتاعي هيبقى قد ايه. تمام؟ مثلا دي حته في فندق يا شباب، مثلا الدور ده كله فندق كله عباره عن رومز، ادي روم 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 روم، كل دي غرف من غرف اللي بتأجر ايه في الفنادق. خلاص، بما ان اتفقنا برضو على كونسبت اللوحات، اتفقنا في كونسبت اللوحات، بما اني شغال في فندق او لو انا عندي دور سكني، فكل مكان هيبقى فيه ايه، في اللوحه بتاعته. خلاص، فهنلاقي مثلا دي اول روم اهيت، المدخل بتاعها اهوت، ودي كوردر، ودي المدخل بتاعها، ادي اللوحه محطوطه اهي. واتفقنا اي لوحه في الدنيا لها اسمها حاجه اسمها ايه؟ بانل تاج. بانل تاج، البانل تاج قلنا بيتكون من اسم اللوحه، الفلور ليفل، رقم اللوحه. هو هنا اسم اللوحه تي 2 سي يو. تي 2 ده عشان المشروع ده فيه عباره عن برجين، فيه تاور 1 وتاور 2، فهنا بس زود الزياده الثانيه اللي هو التاورات. تمام ماشي؟ طب السي يو؟ السي يو هنا كونسيومر يونت، اسم لوحه كونسيومر يونت. يعني احنا ممكن نسميها زي حضرتك سميتها هنا مثلا اللي بي 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 او او اي رمز عادي او اي رمز تعالي، مش فارقه معاك في اي حاجه. تمام. اهم حاجه بس يكون الرمز مطابق شويه مع الاحمال، يعني مثلا لو انت عندك لوحه بتغذي اناره بس يبقى اسمها ال بي. ده الافضل. اه، لو انت بتغذي اناره وبار يبقى اسمها ال بي. حاجه زي كونسيومر يونت دي كلمه عامه، كلمه كونسيومر يونت دي كلمه عامه، ينفع تحطها للشقه او ينفع تحطها للاوضه في فندق. عشان كل حاجه بقى. اه، شايله كل حاجه. بيسموها كونسيومر يونت. خلاص؟ انا افهم منها اذا كانت لايتنج بس ولا باور بس ولا ما دي كونسيومر، كلمة كونسيومر بقول لك هي كلمة عامة شاملة كل حاجة، كلمة كونسيومر وحدة بتاعت كونسيومر فشايلة كل حاجة. شايلة كل حاجة زي ال بي بالظبط، زي ال بي بالظبط بالنسبة لي. خلاص؟ وفي الآخر التاج ده بتاعك أنت. اعمله زي ما أنت عايز. خلاص؟ بس بقول لك الكونسيبت بتاع المشروع ده كان التاج، البانل تاج ماشي بالشكل ده. أول حاجة ده كان رقم التاور ماشي؟ لو أنت عندك مشروع عبارة عن مشروع واحد خلاص، الرقم الأولاني أو الاسم الأولاني ده أنت مش محتاجه في حاجة. ماشي؟ قلنا 09 دي يعني اللوحه دي موجوده في الدور الكام؟ التاسع. التاسع 40 يعني في 40 لوحه قبلها، يعني الدور ده فيه 40 اوضه او اكتر. كويس؟ يبقى ده اللوحه عندي الدور اللي تحتيه، الدور برضه فيه اوضه تحتيه، فيه اللوحه بتاعتها، اللوحه بتاعتها، وهكذا بقى. هتلاقي كل الغرف محطوط فيها اللوحات بتاعتها، كل غرف فيها اللوحات بتاعتها، كل غرف فيها اللوحات بتاعتها. خلاص؟ طب فين بقى يا باشمهندس؟ في الاخر انت حضرتك قلت لنا كل دي غرف وكل غرفه فيها لوحه، في الاخر بتاخدوا لوحه اسمها سب مين. فين اللوحه السب مين؟ ادي اللوحه السب مين اهي. فعلا تلاحظوا البلوك بتاعها ايه؟ بلوك مختلف، هو ده، هي دي اللوحه السب مين اسمها ايه؟ تاور 2 دي بي 0903. دي بي اللي هي ديستريبيوشن بالانس. خلاص 09 دي اللوحه موجوده في الدور التاسع، 03 يعني في ثلاث لوحات في الدور، في لوحتين سابقينها على الاقل. خلاص، في لوحتين سابقينها على الاقل. ايه اللي حصل في الكيبل تري؟ زي ما احنا قلنا بالظبط، في كيبل تري طلع مقاسه قد ايه؟ بيتكتب عليه طبعا، بيتكتب عليه 60%، يعني انا في كل حته من الكيبل تري ده يا شباب وانتوا بتعملوا البلان، في كل حته بنكتب الحته دي قد ايه؟ دي 40 سم، دي 10 سم، دي كده 10 سم، دي 15 سم، في كل حته بنكتب مقاس الكيبل تري قد ايه؟ كويس؟ يبقى في الحته دي كيبل تري موصفه 600 في 100 مللي، يعني ده 60 في 10، 60 اللي هو الايه؟ الويتس، الويتس، ال 100 اللي هي الهايت، السور بتاعه. كويس؟ كده الارتفاع ده يعني اصلا كده الكابل اللي ماشي جواه 10. لا هو مش شرط، انت ممكن يكون عندك كابل صغير قوي بس انت جايب تري كبير قوي، وارد. يعني كل الكابلات دي صغيره عشان تبقى انت عارف، كل الكابلات دي صغيره بس هو مكبر اللي جايب السايد هايت عالي. خلاص؟ طب ابتدى يظهر عندي ايه؟ في
في لوحتين هيتغذوا، فراح راح اعمل فعلا التي بعد كده. سؤال يعني دلوقتي مثلا اللي هو التري مثلا كده بيبقى طبعا مكشوف من فوق صح؟ كويس. طب مثلا ممكن يبقى مكشوف وممكن يبقى متغطى حسب السبيكس. تمام. طب دلوقتي مثلا هو مثلا في فندق كده، فطبعا انت عايز انه يقعد فتره كبيره ما يحصلوش اي اذى، معلش الفريم والحاجات دي طب مش هيبقى تاثير عليها؟ الكيبورد تري اول حاجه ومحطوط فوق الفولت سيل كويس. المفروض بقى انت بقى قصه موضوع الفريم ده يكون الاسقف بتاعتك متقفله كويس، ودي حاجه معماريه انت مالكش دعوه بيها. انا اصلا ماليش دعوه هم بيصمموا معماري وما يظبطوا. يبقى الكابل بتاعي ماشي فين؟ ماشي في فوق الكابل اللي سوري الكيبورد تري اللي قدامنا ده يا شباب ماشي فين؟ ماشي في الفولت سيل، ماشي في السقف الصاد كويس. السقف الصاد عندنا احنا كلنا السقف الصاد كله خل عصب مش دعوه مش كده. ماشي. مشيت بالكيبل تري ابتدى يظهر عندي فيه لوحتين برانش سيركت، ابتدي تطلع بفرع ادا تي اللي احنا كنا بنتكلم عليها يا شباب، دي التي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. شفنا التي، بعد التي قلنا بنركب حاجه اسمها ايه؟ ريديوسر. شايفين اللي انا مزوم عليها دي اسمها ايه؟ ريديوسر، اللي هي نزلت من السايز 60 لحد السايز ده كام؟ 10. ده 100 في 55 100 في 55 يعني كام؟ يعني الويتس 10 سم، السايد هايت بتاعه كام؟ 55 بس. ومشيت لحد ما غزيت الايه؟ اللوحه الخاصه بتاعتي اللي هي اللوحه الاولانيه. برضه كذلك الشقه برضه الكيبل تري بتاعي مكمل بالشكل ده، وعمال بحسب كل شويه لحد ايه الوقت ما هيفضل يقل لحد ما انت حد توصل لحد اخر برانش. ادي اخر برانش يعني هنلاحظ في اخر حته ده وصل لحد كام؟ بقى 10 يعني من 60 من 60 لحد 10 خلاص. واصله كده يا شباب؟ ده الكيبل الروتنج. اه المفروض انا ادرب نفسي عليه ومفروض اشتغل على حاجه زي كده، يعني المفروض احنا شرحنا المفروض ادرب نفسي بقى على حاجه زي كده، زي اعمل كيبل روتنج. باشمهندس هنا الراجل قسم لوحاته ازاي؟ قسم لوحاته ان خلاص عمل في كل اوضه زي ما اتفقنا كل اوضه اللوحه الخاصه بيها، وعمل لوحه صابين، حط اللوحه الصابين فين؟ بيحطها في اوضه كده اسمها اليت كلوزت، اوضه كهرباء، اوضه خدمات، اوضه بتاعتك انت كويس؟ اوضه الخدمات راح حاطط فيها اللوحه بتاعتك. ودلوقتي الرسمه دي كده على الشوب دروينج ولا؟ اللي قدامك دي شوب دروينج. اه اللي قدامك دي شوب دروينج. عشان كده تلاحظوا بس الزياده اللي فيها المفروض التوصيف. لا التوصيف بيتكتب في الديزاين. مقاس لازم يتكتب في الديزاين. الزياده اللي بتتحط عليه على التري يا شباب في الشوب دروم بتحط عليه السبورتات بتاعت التري. التري ده السبورتات اللي هي الاتياش اللي بتشيله خلاص. الاتياش عشان مش هنعرف الاتياش فممكن نبص على الصوره تاني. شايفين ده يا شباب كده؟ ده اسمه تيش. تيش ماشي. بالانجلش بنسميه ثريدد رود، اسمه ثريدد رود ماشي. واللي تحت دي بنسميها سي شانل، اللي شايله التري بنسميها سي شانل كويس. التري بتاعي بيمشي على السي شانل دي، بتثبت في الشوب دروم. ايه اللي بيزيد في الديزاين عن الشوب دروم بالنسبه للكيبل تري؟ يبقى في الديزاين هحط مقاساتي، هرسمه بالابعاد بتاعته وبكتب مقاساته. يعني في الحته دي ده 60 في 10، الحته دي ده 10 في 10، في الحته دي 30 في 10. لازم اكتب كل حته قد ايه وبرسمه بالدايمنشن بتاعته. طب في الشوب دروم بعمل ايه؟ ببتدي احط السبورتات اللي بتشيل الكيبل تري. السبورت بتحط المسافه ما بينها وبين اللي بعدها متر ونص. ما بين السبورت والسبورت كام؟ متر ونص. هي دي كده دي على بعضها كده اسمها سبورت، اللي هي السي شانل على الداش اسمها ايه؟ اسمها سبورت، اسمها تحميله. ما بين الواحده والثانيه متر ونص. كويس كده؟ ايا كان التري مساحته ايه او حجمه ايه؟ متر ونص. ماشي؟ احيانا بقى المسافه دي بتقل شويه لو الكاميرات ماشيه على التريك كتير شويه. يعني مثلا حاجه زي التشيلر انت ماشي عليه 8 كاميرات 300 حاجات زي كده. لا في الحاله دي بتقل المسافات شويه عشان تشيل. وفي حسابات اسمها لود كالكوليشن بتحسب الويت على التريك. بنعملها في شوب دروب بتحسب الويت ده على التريك مع المسافات، علما بان المسافه بين السبورتات متر او متر ونص او 120. تمام كده يا شباب؟ حد عمل نعمل ايه؟ الورك بريشر مش هتديك معلومات كتير. ببتدي اشوف الناس بتعمل ايه، برسم ازاي، بمشي ايه كويس. مش فاهم حاجه يسال بحيث ان المعلومه اللي احنا نقولها يكون قفلناها. طب
الكابلات لو ماشيه في الارض يا شباب بتمشي بنمشي بيها ازاي القصص دي كلها. اتفقنا لو انا عندي مشروع افترض ان خلاص بدات ماشيه في الهواء عندي عندنا مشروع فندق كل الكابلات بتاعتها بتمشي فين؟ بتمشي في الفوق سيلينج خلاص. فكل فريق سماعي ليه فريق في البيزمنت برضه بتمشي في السقف بس في الفرق بس ما بين البيزمنت وبين فوق البيزمنت او باركنج الكابلات بتمشي بس انت شايف انت شايفها بعيد عشان ما بيبقاش في فريق ما بيبقاش في فوق سيلينج فين؟ في الباركنج. يعني الباركنج وغرف عاده بيكون كده الباركنج وغرف الخدمات زي غرف الكهرباء وغرف الميكانيكا لو برضه ما بيبقاش فوق السيلينج. فبتبقى شايفها كيبل تري وهو ماشي بتبقى شايفها كيبل لادر وهو ماشي بتبقى شايفها الخدمات لو انت عندك مواسير اكسبوز بتبقى شايفها المواسير وهي ماشيه اكسبوز. اما لو في فوق السيلينج يبقى في مكان في الاماكن احنا بنسميها الفرونت اوف هاوس ايه الفرونت اوف هاوس؟ اللي هي الاماكن الجست بيمشي فيها. اه بالظبط اللي هي الجست بيمشي فيها الاماكن دي بيكون كلها فيها فوق السيلينج خلاص فانت ما بتشوفش حاجه الخدمات بتاعتك كلها فين؟ اهو من فوق السيلينج كويس؟ اما بقى زي غرف الميكانيكا غرف الكهرباء دي بنسميها باك اوف هاوس اريز باك اوف هاوس اريز لو في الاخر العميل ما عمره ما هيكون العميل يدخل اوضه الكهرباء يعمل ايه ويدخل اوضه الميكانيكا يعمل ايه ويدخل اوضه الاي تي يعمل ايه فبنسمي الاوضه دي اسمها ايه باك اوف هاوس تريس عشان كده في الغرف دي بيقول لك انت هتبقى ماشي لا هتشوف انت بتري هتشوف لو انت ماشي في باركنج بتاع فندق مثلا لا هتشوف الكيبل تري قدامك هتشوف الكيبل مطر قدامك هتشوف الكيبل ترام قدامك هتشوف المواسير وهي ماشيه هتشوف كل دي نتيجه قدامك كويس ماشي كده فوق السن سقف الصوت انت بتعمل بشكل ده بتعمل سقف دي واحده اللي هي بتدوس النور بتعمل ايه هو الحركات دي بس هو سقف الصوت هو ده جراوند يعني لما محطوط في سقف زي ده الظروف مختلفه عن ايه هو يبقى عن الجراوند لو هو محطوط جوه حاجه بس الفراغ بقى هو بتاع هنا هنا بتتكلم ناحيه ايه؟ العربيه ولا بتتكلم في حاجه ثانيه؟ لا يعني انا بتكلم كظروف ما هو السيلينج ده هو جراوند بالنسبه مثلا مش جراوند في الجراوند ده مقصود بيه ان هو محطوط تكست كبير ايوه تربه اه ايوه تربه عمال دي فويد فويد برضه بيبقى فيه لبس وحاجات كده مش عايز عليه لبس كبير يعني ما بتبقاش مشخص ان هي كده محطوط في حته محطوط متسدد محطوط في قلب الهواء نفس السرير انت شايفه ده انا شايف دي قطع كهرباء هيطلع بره يمشي زي ما هو كده بس في قلب كله لكن مش محطوط في الحته في عندك فندق في كوردو وفي غرف يمين وغرف شمال زي ما انتم شفتوا من شويه. عادة الشباب حتى بقى كمان في حته في روتنج ما بمشي في اماكن الايه؟ بمشي في الكوردو بتاعتي. وانا ماشي في الكيبل تري بمشي فين؟ بمشي بيه فين؟ في الكوردو مش ماجي مثلا اجي واحد مثلا اديكوا اكزامبل لحد يعمل كيبل تري يروح ماشي في ايه؟ جيست رومز وابتدي ايه؟ لا الرئيسي بتاعك ماشي في الكوردو وابتدي اوزع منه. وابتدي اوزع حتى لما اجي اوزع منه بمشي من الكوردو بتاع السويت لحد ما اوصل لحد الواحد. خلاص يبقى انا بمشي في الاماكن اللي هي الايه؟ الكوردو بحيث لو حصل مشكله حصل حاجه يبقى انا بتعامل مع الكوردو ما بتعاملش مع الاماكن اللي جوه. واصلا؟ ايه؟ الوتر برضه حاجه بتشتغل عليها كابلات بس الوتر بتشتغل معينه شويه وده بتحمل اوزان اكتر شويه من الكيلو تري. عشان كده دايما بنستعمله مع كابلات الميديم بيفضل استعماله في الريازر الصاعد اللي زي ده ليه عشان سهل او الصناعي صناعي اللي هو يطلع الدرجات يتحرك على الدرجات وكان لها سلم ويسدد الكتف بتاعه شايف الرب دي هو بيسدد دي بيجيب الطريقه بتاعته اللي بتاع حوالين حاله وبتاع حوالين الكتف واحيانا بيعمل الاثنين خلف الاثنين بالعكس كده ويسدد الكتف على الحاله وغالبا في الصواعق زي ما قلت للشباب في البدايه بنسدد عن طريق حاجه اسمها سيكلام او حاجه اسمها كيلو كيلو تمام؟ الكابلات بقى وهي ماشيه في الارض يا شباب يعني هنفترض ان احنا لو انا شغال في مشروع زي فندق حاجه كل الكابلات بتاعتي ماشيه في الهواء فنفترض ان انا اشتغلت في مشروع المشروع ده عباره عن اربع مباني منفصله في محطه كهرباء في النص او المحطه بتاعتي في النص يبقى انا غصب عني عندي اربع مباني ومحتاج اغذي كل مبنى من المباني دي هغذيهم ازاي؟ لو انا عندي باركنج لو انا عندي باركنج تحت لامم كل المباني ده هيمشي ينفع امشي في سقف الباركنج عادي خالص واغذي كل المباني بتاعتي بس متفقه معايا؟ يبقى لو انا عندي اربع مباني منفصلين وفي يعني المبنى ده له باركنج او بيزمنت والبيزمنت اللامم من كل المباني بتاعتي خلاص هعمل المحطه بتاعتي وانزل امشي وانزل من الجراوند مثلا او المحطه بتاعتي في الجراوند انزل امشي في البيزمنت وابتدي اوزع براحتي واطلع من شفطات في شفطات واطلع كلمه شفط يا شباب كويس احنا قلناها شايفين الفتحه دي ده السقف كده انا باصص كده انا حاليا بقى مصور صوره واقف كده ماشي فدي الحيطه ده المطارات
والهضمات دي مكمله في وشها على طول. لو انتوا شايفين في هنا خشب خلاص، الخشب ده مكان فتحه، مكان فتحه في السقف، فتحه في السقف دي بنسميها شفط او رايزنج. ايه الشفط ده؟ ده متساب شفط بنسيبه معماريا عشان الكيبل لادرز تطلع منه مش تحت السقف، عشان ما تفتحش في السقف تاني خلاص. يبقى ده شفط احنا بنعمله حتى عشان كده واحنا بنعمل رسومات الكهرباء يا شباب، لو حد بيبص على اوضه الكهرباء لما هتبصوا على اوضه الكهرباء حتى اللي معانا دي هتلاقينا في اخر اوضه الكهرباء عاملين علامه كده، ده اسمه ايه؟ اسمه كيبل شفط او شفط. كانت موجوده في الفايت على فكره عند البلد شباب ماشي. الشفط ده اللي هو ايه؟ صاعد الرادارات طالعه منه والترقبات طالعه منه والتليهات طالعه منه. ناس معايا فاهمه معايا كلمه شفط ماشي؟ باشمهندس واحنا بنحدد ابعاد، اه المفروض انت كمهندس برضه انت بتحدد ابعاد. حد ابعاد تقريبا ازاي؟ شايف تقريبا يبقى عندك 2 لادر صاعد، 2 لادر صاعد مثلا خلاص بتبتدي تشوف والله اللادر اهو، وهسيب ما بين اللادر والتاني مثلا 30 سم مثلا خلاص، يبقى انا محتاج ده 30 و30 ونقول مثلا هنا 5 هنا 10 مثلا، فبتتكلم في الاخر يبقى 40 50 سم. طب ابس، طب كل ما الليارات زادت لا كل ما هتحتاج منك ايه؟ تطلع لقدام شويه خلاص. عاده يا شباب لما بيبقى عندنا في 2 دريهات كده فوق بعض بنسيب ما بين البوتوم والبوتوم ده 30 سم، ما بين البوتوم والبوتوم ده 30 سم ماشي. نرجع تاني نتكلم بقى، لو احنا عندنا مبنى زي ما بقول لكم كده، مبنى عباره عن اربع مباني وتحتيهم، قلنا لو تحتيهم باركنج ما عنديش اي مشاكل، همشي الكابلات كلها في الهواء عن طريق كيبل تري او كيبل لادر عن طريق الباركنج بنفسه. هنزل من الشفط ده، الشفط بس في الحاله دي يبقى في الارض مثلا، وانزل واوسع واطلع براحتي، انا عامل باركنج عادي خالص. طب لو انا عندي اربع مباني منفصله بس ما عنديش جراوند والمحطه بتاعتي محطوطه في النص، ما عنديش سوري ما عنديش باركنج ما عنديش بيزمنت، يبقى في الحاله دي لازم همشي فين؟ لازم همشي في الارض خلاص؟ بمشي في الارض دي زي ما قلت لكم، يا اما بمشي الكباب بتاعتي مدفونه دفن مباشر في الارض، يا اما بمشي الحاله الثانيه بمشي في مواسير. قلنا اتفقنا لو انت بتمشي دفن مباشر في الارض يبقى لازم الكباب بتاعتي ايه؟ ارض، تكون الكباب بتاعتي كابلات مسلحه تقدر تستحمل المكان كدامج والقصص دي كلها. جميل؟ طيب قلنا الحاجه الافضل بقى بعد كده بتسمي في المشاريع المحترمه لو عندك انت بتمشي عن طريق مواسير. احنا بنمشي عن طريق ايه؟ مواسير. مست المواسير ايه؟ اللي انا بعمل حاجه اسمها مواسير وحاجه اسمها مان هولز، بحيث لو حصل اي مشكله في كاب اقدر اغير كاب بسهوله جدا بس حاجه عن طريق المناهيل والقصص دي كلها. ناخد سامبل كده مثلا، نفترض احنا عندنا في محطه هنا كده. طب وطريقه اللي هي اللي بتصب له مثلا لو انت عندك مثلا ايه كروم في النص كده، وفي عندك ده مبنى هنا وده في مبنى هنا في مبنى هنا مثلا خلاص، ونفترض ان في طريق كده كويس، وهنا برضو في نفس القصه في طريق هنا كده يبقى ده كده المبنى الاولاني مثلا، ثاني ثالث الرابع. احنا بنبينها بقول لك كده ليه؟ عشان انت في الاخر في الديزاين هتبينها ازاي، ده اللي انا عاوز اقول لك عليه. لو انت راجل شغال دفن مباشر، دفن مباشر خلاص بتبتدي تمشي بس حته خط بولي لاين يا شباب، خط بولي لاين تقيل بتكبر الويت بتاعه شويه، خط بولي لاين تقيل شويه. لو انت ماشي دايركت بريك كيبلز، دايركت بريك كيبلز خلاص، يبقى في حاله الدايركت بارك كيبل زي احنا بنشرحها دلوقتي، لما باجي ارسمها في الديزاين بعمل خط بولي لاين بس بخلي الويت بتاعه تقيل شويه بحيث ما يبقاش الخط رفيع يبقى الخط ضخم شويه خلاص، وبوصل لحد الاليكروم بتاعتي. بس في هنا قاعده، لو انا بعدي الطريق بتاعي لازم بعدي الطريق بتاعي من خلال مواسير. لما باجي اعدي الطريق بتاعي بعدي الطريق بتاعي من خلال ايه؟ من خلال مواسير خلاص. فاحيانا بنعمل هنا منهول كده وهنا منهول خلاص، واعمل الربط ما بينهم عن طريق مواسير. تمام؟ بعد كده اروح داخل على اوضه الكهرباء عادي خالص. يبقى في حاله انا شغال ايه؟ دايركت بارد كيبل كان مدفون دفن مباشر في الارض. خلاص؟ طبعا احنا عارفين بقى الرسمه الديتيلة بتاعت الكود المصري دي اللي هو يقول لك تحط ال 10 سم رمل، وبعد كده تحط الكابل، بعد كده تحط 10 سم رمل تاني، بعد كده تحط
تراب، بعد كده تحط شريط تحذيري، بعد كده الشريط التحذيري 34 سطح سنتي من الارض، والقصص دي كلها. والترنش كون ديبس بتاعه 80 سنتي لو انت ماشي كابلات لو فولتج، والترنش كون ديبس بتاعه متر لو انت كابلات ميديوم، والقصص دي كلها. الرسمه بتاعت كل مصر اللي هي نص عليها بتاعت ازاي الكابلات تمشي في الارض. المعلومه اللي احنا خدناها هنا اللي هو الان انا لما اجي اعدي الطريق بتاعي، اعدي الطريق بتاعي من خلال ايه؟ مواسير. اعدي الطريق بتاعي من خلال مواسير. يا باشمهندس كده في الحته دي هقول والله انا في هنا عندي كابل بتاع اللوحه اللي اسمها مثلا المفترض هنا اللوحه الجهاز المبنى ده اسمها اس ام دي بي 0101 كابل. طب هتقول المقاس بتاعه ماشي، وهنا برضه هتوصف الكابل بتاعك، الكابل اللي ماشي. هنا مش فيه مواسير، طالما في مواسير يبقى لازم تعرف المواسير بتاعتك دي قد ايه، كام ماسوره خلاص، والماسوره دي الدايمتر بتاعها قد ايه خلاص. فانا عندي كابلين، لما تيجي تعمل اي مواسير دايما تعمل حسابك 25% زميل، يبقى ده ماسوره وده ماسوره وده وفي ماسوره كمان زميل. في عندك في الحته دي كده ثلاث مواسير، يبقى في عندي ثلاثه نمبر، وابتدي اشوف السايز بتاع الماسوره بقى. الماسوره دي هتبقى 2 انش ولا 3 انش ولا 4 انش ولا قصه، احسبها ازاي يا باشمهندس؟ اشوف الكابل بتاعي ده بالارث بتاعه بحيث يكون الكروس سكشن اريا بتاع الكابل اللي هي الماسوره 40%، كروس سكشن اريا بتاع بالنسبه بتاعت الكابل بالنسبه للماسوره تبقى 40%. خلاص يبقى في الحاله دي من هنا اقدر اجيب الماسوره بتاعتي كويس. يبقى انا اجيب الماسوره بتاعتي بعد ما بحسبها، يبقى اقول مثلا والله دي 3 نمبر انش، 3 نمبر 4 انش بي في سي كونت. نوع المواسير بيكون مواسير بلاستيك، 3 نمبر 4 انش بي في سي كونت. واصله؟ ده لو انا ماشي الكابلات ايه؟ دايركت باريت، دايركت باريت كل ما اطول بكل سهوله كده ببتدي احط برسم الكابلات بتاعتي عباره عن شكل بولي لاين، بولي لاين خلاص. وفي كل حته بكتب الكابلات بتاعتي ايه؟ بكتب الكابلات بتاعت الاس ام دي بي 01، الاس ام دي بي 02 وهكذا خلاص. لما باجي اعدي الطريق بعدي الطريق من خلال المواسير، وبكتب عدد المواسير بتاعي، وانا بعمل اي ماسوره براعي قطر الكابل الكروس سكشن اريا بتاعت الكابل بالنسبه للماسوره تبقى 40%، واعمل حسابي 25% من مواسير سبيل او 30% سبيل خلاص. بحيث هنا ما يبقاش عندي ماسورتين بس، لا يبقى عندي ثلاثه كويس. فين كده يا باشمهندس؟ فين؟ هذا ليه؟ مش هما اثنين واحد رايح في واحد رايح كده؟ ما انا بقول لك بقى نعمل حسابك في 25% سبير. فانت عندك ماسورتين، خد 25% منهم، يبقى انت محتاج ماسوره كمان سبير. ماسوره سبير. ماسوره فاضيه. في النص. في النص اه. سبير. ايه؟ شفتين دي. عشان كابلين، وكل كابل بيمشي في ماسوره لوحده. لما يكون عندك كابلات كبيره لا ما تمشيش كابلات مع بعضها. ما تمشيش كابلات مع بعضها، كل كابل بيمشي في ماسوره. كويس؟ طب ماشي كل كابل في ماسورته، يبقى انت عندك ده كابل، ده كابل، وفي ماسوره كمان سبير. واصله كده؟ طب لو انا بقى شغال بقى مواسير بقى، ايه الفرق؟ ايه اللي هيحصل؟ قال لك بيبتدي يظهر عندنا حاجه اسمها مانهول. مانهول يا شباب يعني غرفه تفتيش. مانهول يعني غرفه تفتيش، بحط فين غرفه التفتيش دي؟ قال لك لو انت الكابل بتاعك بيمشي مسافه ستريت بنحطها كل حوالي 30 متر. وفي بعض الناس يعني تقول لك ايه بقى 30 متر؟ في بعض الناس يقول لك تزود مسافه شويه والبتاع ماشيه ستريت، بس الشائع اللي احنا بنعمله يعني كل 30 متر. لو انا الكابل بتاعي ماشي بصايد بوشه كده بحطه كل 30 متر مانهول. مثلا على سبيل المثال دي هبتدي احط كده قدام المبنى نفسه مانهول. خلاص؟ وابتدي امشي. هبتدي اعمل ايه؟ برضه زي خط بولي لاين. كويس؟ بعد كل 30 متر اروح حاطط ايه؟ مانهول. احنا قلنا السيستم ده كله مميزات، ايه مميزاته؟ لو حصل عندي اي مشكله عن طريق المناييلز دي اقدر افك الكابل بتاعي واشوف انهي حته اللي بايظه. واصله؟ يعني اقدر اسحب الكابل من بدايته، اسحبه لحد هنا واشوف هل في مشكله ولا لا. طب انا شاكك ان في مشكله في الحته دي، يبقى اروح ساحب الحته دي كمان لحد هنا. وهكذا. ما لقيتش في مشاكل هنا اروح ساحب لحد هنا. هنا بقى مش في هنا نقطة كهرباء، يبقى لازم احتاج هنا مانهول. خلاص؟ برضه خط بولو لاين. واسطة يا شباب؟ برضه وانا ماشي كل 30 متر احط مانهول. كل 30 متر مانهول. واروح داخل واروح مغذي المبنى بتاعي. عرفنا المواسير، نحدد عدد المواسير، عرفنا خلاص. شغال عادي. فصلت ايه؟ هو المنهول. ماله؟ المنهول دي عباره عن اوضه؟ اه ايوه. لا هتفتحه هوريك شكلها دلوقتي.
حاولش تلاقي شوف شكلها على طول.